مستوي دايب ما شاء الله. طبعا الرز المستخدم بالزبندو ما شاء الله تبارك. انا يبي يضبطها لنا ابو زايد. يا مرحبا يا ترتيب طبعا ما في إيه، لكن شغل سريع سريع وشغل مبدع. دقيقه ونص دقيقه بس يزين العشاء. هذا العشاء ولا التطبيق؟ العشاء لا التطبيق. وهذا اليوم عشان مندي يقول ابو زايد تطبيقه خلال كم دقيقه ونص ان شاء الله ولا يزين خلال دقيقه ونص؟ لا لا دقيقه ونص نطبقه. طبعا هالتتبيله وش هي؟ ملح وليمون وكركم، واللي يبغى يحط شوي زيت زيتون. وهذا هو رتب الان الجديد اليوم. عندنا يا ابو حزام الكبده والقلب والكلاوي حاطينها في الشحب بنحطها قبل البطحينة. يا سلام يا سلام. هذه كشنتنا بصل وبهارات عدله وفلفل، وهذا مستوى المويه وحطينا الملح. ملحه؟ اي نعم. يا سلام. فين يسكرون عليه؟ طبعا هو يشتغل على الغاز، الغاز خارجي. نص لفه. ملاحظة بالنسبة للقسام نركبه، لا جينا نزين في المندي ولا خلصنا نفكه، يعني ما نخليه ثابت، ما نخليه ثابت، ونخلي مساحة للاصبع للتهوية اكسجين، ونخلي المحابس مفتوحة بالكامل ونتحكم للاسطوانة. بسم الله. كم المدة؟ المدة الحين بيعطي 25 دقيقة نار عالية، بعدين بنقصر عليه ساعة ونص، ساعة و45 دقيقة المجموع. المجموع المجموع تقريبا ساعتين وربع، ساعتين ونص. خلصنا، أول شيء نفك القسام عشان نحافظ عليه. ما شاء الله تبارك الله. يا مستوي دايب كبدة، هذه كبدة نقطع لكم على الصحن مقارمي شو مقارمي أول الصحن عشان نقطع. سلام ما شاء الله. طبعا الرز المستخدم بالزبندو ما شاء الله تبارك. بس بس نشوف انكتب من تحت من اخر شيء. حبه واحده يا ثري شاي شاي والله. والله ما توقعت. لا يبغى نشنكر مع الظهر. ما شاء الله تبارك الله، اللهم دمها نعمة وزدها واحفظها من الزوال. الحمد لله رب العالمين. العافية. ما تأخرنا، يا الله لك الحمد، والطعم ما شاء الله لذيذ. سريع سريع ها؟ على طول بإذن الله. تابعت الجديد على سناب وقناة أبو حزام في اليوتيوب.